أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، قرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم الخمس كاميرات تعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. في مرة اجي مهندس إسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. في هذا اليوم انكسرت كاميرا الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. شوفت شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا شغل الشغلات. شوفت كتالا يا ابو محمد، ما فيش شيء ارض هنا جوا الجدار ولا لا ولا شيء. شو فيش يا كيف تقدر تسوي زي يا زلمه؟ هاي مكيف في بنا. انا بعرف انهم بجوز يدقوا عبابي في اي دقيقه، بس راح اضل اصور. هذا بساعدني إني أواجه الحياة وأظل عايش.